مادة التفاضل والتكامل. هنشوف برضو الأسئلة المتوقعة، برضو زي ما توقعنا امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكانت نسبة كبيرة جدا من الأسئلة المتوقعة زي ما أستاذ خالد توقعها لكم، جات نسبة أكتر من 90% في الامتحان. برضو هنا النهاردة هنعمل نفس الفكر ونركز مع بعض، هنراجع القاعدة وبعدين بنبدأ نحل المسائل، ونرحب بأستاذ خالد، نقول له أهلا بيك يا أستاذ خالد. أهلا بيك اهلا يا أستاذ محمد، خالد. اهلا زي السنار زي صاحب، اهلا اعزائي الطلبه، اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله هنراجع تفاضل ونحاول نحل مع بعض المسائل، وافكركم كمان بالقواعد قبل ما نشتغل علشان تفتكروا الماده شكلها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مساله بتقول اذا كانت داله س بتساوي ظا س، فان د شرطتين باي على 4 تساوي، وحطت اختيارات طبعا الف سالب 4 على 9، ب 4 على 9، ج 4، د 9 على الاثنين. تعال نفكرك الاول بتفاضل الدوال المثلثيه كلها قبل ما نشتغل. فنيجي نقول له لو ص بتساوي ج س، يبقى هنستنتج من هنا ان ص شرطه هتساوي ج س. لو ص بتساوي ج س، يبقى هنستنتج ان ص شرطه هتساوي سالب ج س. لو ص بتساوي ظ س، يبقى ص شرطه هتساوي ق تربيع س. دول الثلاث دوال الاساسيه، الجا والجتا والايه والظا. طيب تعالى ناخد بقى هنا لو ص بتساوي ظا س، اللي هي المساله بتاعتنا، يبقى معنى كده ان ص شرطه هتساوي سالب قتا تربيع س. لو ص بتساوي ق س، يبقى فاكر كنا بنقول ايه؟ يبقى ص شرطه كانت بتساوي ق س في ظ س. لو ص بتساوي ق س، يبقى ص شرطه هتساوي سالب ق س في ظ س. هي دي كل الدوال المثلثيه اللي على حضرتك، الدوال المثلثيه الاساسيه اللي هي الجا والجتا والظا، والدوال المثلثيه اللي خدتها السنه دي اللي هي الظتا والقا والايه والقطا. يلا معايا بقى نحل الايه المساله. المساله بتقول لو انه دالة س بتساوي ظتا س. طب عايزين نفاضلها اول مرة، يبقى دالة شرطة س هتساوي سالب قتا تربيع س. يبقى ده التفاضل الاول بتاعها. ها طب انا عايزها ايه؟ ده انا عايز التفاضل التاني. نقول له ايه؟ خلي بالك معايا، يا ريت تعمل التربيع كده، تبقى قتا س الكل تربيع كده اهو، علشان لما اجي افاضل بقى بص خد بالك معايا، يبقى ده شرطتين س هتساوي الاثنين هتنزل، يبقى سالب 2 قتا س واخصم من الاس واحد تبقى واحد، ولسه هفاضل اللي جوه القوس. تفاضل القتا عباره عن سالب قتا س في ظتا س، يبقى ده التفاضل الايه التاني. يبقى مرة تانية كده، أنا خليت القتا تربيع اللي إحنا متعودين نكتبها كده، لأ خليتها الكل تربيع. ليه يا مستر؟ علشان تبقى أس، وأقول له أنزل الأس وأخصم من الأس إيه؟ واحد. خصمنا نزلنا الأس سالب 2، كان في سالب في المسألة، وخلينا الأس واحد، وتعالى بقى فاضل اللي جوه القوس، تفاضل القتا بسالب قتا س ظتا س. أمال حضرتك عايز إيه؟ أنا عايز د شرطتين باي على 4. يعني كل س هتشيلها وتحط مكانها باي على 4، باي على 4 دي اللي هي 5 وكام؟ و40، فهتبقى سالب 2 قتا باي على 4 في سالب قتا باي على 4 في ظتا باي على 4. ها هيبقى سالب 2 قتا باي على 4 بجذر 2 في سالب جذر 2 في 1. اضربهم بقى كده مع بعض، سالب في سالب بموجب 2 في جذر 2 في جذر 2 ب2، يعني 2 في 2 ب4، يبقى الناتج كله كام؟ 4. بص بقى كده على الاختيارات اللي عندنا. الاختيارات اللي عندنا أ بسالب 4 على 9، ب ب4 على 9، ج ب4، يبقى هي دي اللي أنا هختارها. يبقى زي ما قلنا قبل كده وبنشرح تاني، لابد إن أنا قبل ما أختار أحل بنفسي، وإحنا فكرناك الأول بتفاضل الدوال المثلثية كلها علشان نعرف إيه نحل المسألة مع بعض. يلا بقى معايا تاني بقى مسألة تانية، وبرضه مفكرك بالحل بتاعها. المسألة بتقول إيه؟ إذا كان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 1، فإن د ص على د س بتساوي إيه؟ دي دالة ضمنية. الدالة الضمنية عايزك تتعلم أفاضل إزاي السين
افاضل ازاي الصاد؟ فانا هدي لك كده مثال، هقول لك دال على دال س لسين تربيع، ودال على دال س لصاد تربيع، ودال على دال س لعين تربيع. لو عرفنا نحل الثلاث حاجات دول تعرف تحل اي مساله. لو بتفاضل السين بالنسبه للسين تقوم تقول له ايه، انزل 2 س وبس، ما اعملش حاجه تاني. لكن لو بفاضل السين بالنسبه للصاد، يعني الصاد تبقى متغير غريب عن السين، هقول له ده انا هفاضلها هي ايه 2 ص، وبعدين افاضل الصاد بالنسبه للسين في دال ص على دال ايه س. طب يا مستر لو كانت عين نقول له غريبه عنها ولا لا؟ لو هي س وبفاضل بالنسبه للسين افاضلها واسكت، لكن لو هي صاد لا يبقى افاضلها وبعدين افاضل الصاد بالنسبه للايه س. طب يا مستر دي عين ودي س غريبه عليها، يبقى تعالى معايا بقى بص كده معايا، يبقى هفاضل العين باتنين عين، وبعدين افاضل العين بالنسبه للس بدالة عين على دالة ايه س. اللي يفهم الثلاث حاجات دول يحل اي مساله داله ضمنيه. طب ما تيجي تحل معايا بقى المساله دي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي س تربيع زائد ص تربيع بتساوي واحد. يلا نفضلها كده على بعض بالنسبه لس، دي بالنسبه لس هتبقى بتساوي 2 س، وانا بفاضل الس تربيع بالنسبه للس يبقى ما اقولش حاجه، زائد هفاضل بقى دي بالنسبه للص اقول له بتساوي 2 ص في د ص على د س بتساوي كام؟ صفر. يا مستر ده انا عايز د ص على د س، نقول له تعالى بقى نهيئها بقى نظبطها، اودي ال 2 س دي الناحيه الثانيه، هقول له كده اهو، يبقى ال 2 ص في د ص على د س بتساوي سالب 2 س، وبالقسم على 2 ص يبقى د ص على د س هتساوي سالب 2 س على 2 ص، وطير بقى الاثنين مع الاثنين هتطلع سالب س على ص. بص لي بقى في الاختيارات اللي عندي بقى، انا عندي الاختيار الاول س، الاختيار الثاني واحد على ص، الاختيار الثاني سالب ص على س، ما تستعجلش، الاختيار الاخير سالب س على ص، ويبقى هو ده الحل اللي مظبوط. يبقى الاول افكرك ازاي بنفاضل الدوال الضمنيه، لو بفاضل س بالنسبه لس افاضل واسكت ما اتكلمش، لكن لو بفاضل الس بالنسبه للصاد تربيع يبقى افاضل الصاد تربيع كانه تفاضل قوس، وبعدين افاضل الصاد بالنسبه للايه للس. لو بفاضل العين اي متغير غريب عن الحاجه اللي انا بفاضل عنها يبقى لابد ان انا افاضلها وبعدين افاضل العين بالنسبه للس. تعال نشوف مساله كمان، مساله النهايات مساله جميله، وبرضو هنتفق مع بعض ان احنا هنفكرك الاول، هفكرك بنقول لك بقى ايه، اخدنا حاجتين، نهايه واحد زائد واحد على س الكل اس س، لما الس تقترب من الملا نهايه، ها ديت كده على بعض بتساوي ايه؟ بتساوي ه، خدت بالك؟ وبرضو عندي نهايه واحد زائد س الكل واحد على س لما الس تقترب من الصفر برضو بتساوي ه. دول النهايتين اللي على حضرتك تاخدهم، بس في كمان حاجات مهمه برضو لازم تاخد بالك منها. ايه هي؟ نهايه واحد زائد واحد على س الكل اس س لما تقترب من اللانهايه لميم س يبقى هتساوي ه اس م. طيب نهاية واحد زائد واحد على س، وهنا الميم هنا الكل أس س، لما الس تقترب من ملا نهاية يعني في عدد هنا، يبقى المسألة ه أس م. طيب نهاية واحد زائد واحد على س لس زائد م هتساوي ه، يعني اللي بالزائد بتبقى الناتج ه بس. يبقى ما تأثير العدد اللي هيجيني في النهاية؟ خد بالك لو جاي لي هنا عدد يبقى اقول له ه اس م، لو جاي هنا عدد اقول له برضه ه اس م، لكن لو جاي في الزائد او الناقص اقول له ه بس. هو ده تقريبا الدرس كله اللي انت ايه خدته، خدت النهايات بالملا نهايه وبالصفر، وخدتهم كمان لو دخل عليهم ايه ثابت. طيب تعالى بقى نحل مسالتنا. مسالتنا بتقول ايه؟ مسالتنا بتقول نهايه واحد زائد واحد على س الكل اس 2 س لما س تقترب من الملا نهايه. انا يا مستر عايز التزم بالقانون،
مش عايز القوانين دي، نقول له تعالى معايا، هتبقى النهاية 1+1 على س الكل أس س، أهي ده القانون بقى، الكل أس 2. أنا خليت الاتنين س فصلتهم عن بعض، خليت واحدة هنا س وخليت بره الاتنين. طيب ده جوه إيه ده؟ ده جوه ده ه، وفي بره 2 تبقى ه تربيع. يبقى أنا كده حليتها كأني ما خدتش القوانين اللي أنت قلت لي عليها ديت، اللي هي لو هنا فيه ميم تبقى ه أس ميم. طب ما تيجي نحلها لو كانت كده، نقول له تعالى تاني حل آخر أهو، حل آخر، نهاية 1+1 على س الكل أس 2 س، لما الس تقترب من ما لا نهاية نقول له هنا في 2، اه تبقى المسألة ه أس 2. طالما في هنا 2 مضروبة يبقى المسألة ه أس 2. طب لو كانت هنا يا أستاذ برضه هتبقى ه أس 2، لكن لو مجموعة أو مطروحة تبقى ه. يبقى مسألة بسيطة جدا لو جات لك في الامتحان، عملية بسيطة جدا، عايز تلتزم بشكل القانون يبقى نخلي الاتنين س دي هنا س وبره الاتنين، يبقى شكل القانون قدام منك دي تطلع ايه؟ والاتنين اللي بره تتكتب. عايز تلتزم بالملاحظات اللي احنا قلناها هنقول له الاتنين اللي هنا هتيجي أس ايه؟ هي. تعال نشوف مسألة كمان وبنفكرك بالدرس بتاعنا. دالة بتقول إذا كانت دالة س بتساوي ه أس 3 س فإن دالة شرطة س بتساوي إيه؟ تعال نفكرك الأول إزاي نفاضل الدالة الأسية. ها؟ لو دالة س بتساوي ه أس س يبقى دالة شرطة س بتساوي ه أس س. طيب لو دالة س بتساوي ه أس أ س يبقى دالة شرطة س بتساوي ه أس أ س في تفاضل الأس اللي هو أ. خدت بال حضرتك معايا؟ يبقى مرة تانية، لو هي س بس يبقى بـ ه أس س، لو هي فيها عدد هنا يبقى أقول له هي نفسها برضو بس أنزل التفاضل معايا في المسألة. أمال مسألتنا بتقول إيه؟ بتقول دالة س بتساوي ه أس 3 س. طب ما احنا هنتعلم بقى، ما احنا فاكرين بقى افتكرنا، يبقى دالة شرطة س هتساوي ه أس 3 س في تفاضل الأس ب3. يا ترى انهي واحدة بقى في دول؟ خلي بالك معايا، أنا عندي هنا ه أس 3 س وعندي 3 في أس 3 س، هي دي يبقى هي دي. خلي بالك بس المسألة هنا متكررة، لا دي 2 عشان ما بتقولش ان في مسالتين زي بعض، دي ه اس 3 س ودي 3 اس ه اس 2 ايه س، فاحنا اخترنا الاجابه ب اللي احنا عملنا بيها الايه الحل بتاعنا. يبقى الاول بفكرك ازاي بنفاضل الداله المثلثيه وبعدين بنحل الايه المساله. طبعا انت عارف من سنه تانية تكامل س أس ن دالة س كنا بنكملها ازاي؟ كنا بنزود الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، يبقى نقول له بتساوي س أس ن زائد 1 على ن زائد 1 زائد ثابت، ولازم نقول له حيث النون لا تساوي سالب 1، لأن النون لو ساوي تساوي سالب 1 هنا هتطلع الناتج كام؟ صفر في المقام ليست له معنى. وبرضو أخدنا تكامل 1+س دالة س يبقى هتساوي لوغاريتم المقياس بتاع س للأساس ه زائد ثابت. ومن ضمن الحاجات اللي أخدناها برضو في التكامل، أخدنا تكامل دالة شرطة س، آسف دالة س وهنا دالة شرطة س، البسط تفاضل المقام. إذا كان البسط تفاضل المقام يبقى الحل ايه؟ هنكمل ازاي؟ نقول له الحل هيساوي لوغاريتم المقام للاساس ايه؟ اللي هو دالة س زائد ثابت. كل ده انا بفكرك بيه علشان تبقى انت واخد بالك ازاي بنعرف نحل المساله. تعال بقى نقرا المساله تاني. فهو بيقول لي تكامل 3 س تربيع، دي مساله عاديه دي طالب سنه تانيه ثانوي يحلها، زائد 5+س. انا عندي 1+س بعرف اكملها ايه؟ 1+س بلوغاريتم س دالة س. طب يا استاذ ما هنحل المساله دي ازاي؟ نقول له تعالى مع بعض كده نفصصها اهو، نمسك المساله ونجزئها. يبقى تكامل
3 س تربيع زائد 5 على س دالة س. هنكمل دي، نكمل دي يبقى ازود الاس واحد واقسم على الاس الجديد، يبقى هتساوي 3 اهي في الس تكعيب على 3. لو عايز تختصر نختصر. طيب الخمسة اهي، وتكامل الواحد على س بلوغاريتم مقياس س للاساس ه زائد ايه ثابت. بتحط مقياس ليه يا مستر؟ لان الس دي ممكن تكون موجبه وممكن تكون ايه سالبه، بس انا عايز جوه اللوغاريتم لازم يبقى قيمه موجبه، معروف ان اللوغاريتم ما بيبقاش جواه حاجه سالب، فمضمون علشان تبقى مضمونه انها حاجه موجبه بحط المقياس بتاع اللوغاريتم. يبقى المساله بسيطه جدا. تعال بقى نشوف الاختيارات قايل لي انا مطلعها ايه بقى. خلي بالك الحل النهائي بتاعي ايه؟ س تكعيب زائد 5 لوغاريتم مقياس س للاساس ه زائد ثابت. ها نحل بقى ونشوف الاختيارات اللي هنا. قايل لي س تكعيب ناقص 5 لوغاريتم س زائد ثابت، هنا س تكعيب زائد 5 لوغاريتم س هي الحل رقم ايه؟ ب. اظلل عليها، واخد بال حضرتك معايا؟ ولو انت في المسألة في الامتحان نسيت تظلل بس حليت المسألة في الورقة بتتحسب صح. احنا كنا ناس بتخوفنا نقول لك لو ما ظللتش ما تتحسبش، لا بتتحسب صح. لو نسيت تظلل وبس انت حاللها صح في الورقة ومجرب المسألة وحاللها صح بتتحسب صح. ناخد مسألة كمان. مسألة بتتكلم على سلوك الدالة، وهنا بيتكلم على التزايد والتناقص فقط لا غير. فتعالى مع بعض نشرح يعني ايه تزايد وتناقص. الدالة دالة س بتساوي س تربيع زائد 6 س زائد 2 تكون متزايدة عندما س تنتمي، وراح قايل لي بقى ايه الفترات بتاعتي اللي هو عايز يقولها. طب الحل بتاع المسألة دي بنعمل ايه؟ طبعا أول حاجة بنفاضل دالة س، يبقى نمسك المسألة كده ونقول له الخطوات بتاعت الحل. دالة شرطة س بتساوي س 2 س زائد 6، ادي اول حاجه. طبعا دي داله كثيره حدود، المجال بتاعها ما فيهاش اي مشكله. يعني ايه ما فيهاش اي مشكله؟ خلي بالك النقطه الحرجه ممكن تكون يا اما اجيبها من دال شرطه بتساوي صفر، يا اما انها تكون غير قابله للاشتقاق. وبالتالي الداله الغير قابله للاشتقاق بتبقى يا اما داله جذريه يا اما داله معرفه باكثر من قاعده، لكن الداله اللي قدام منا داله كثيره حدود، يعني داله ما فيهاش مشاكل. احنا جبنا داله شرطه س بتساوي 2 س زائد 6، يبقى نقول له ايه؟ داله شرطه س بتساوي صفر. ليه يا استاذ؟ نقول له ما انا علشان اجيب النقطه الحرجه اساوي داله شرطه س بتساوي صفر. اقول له يبقى اذا 2 س زائد 6 بتساوي صفر، يبقى ال 2 س بتساوي سالب 6، يبقى السين هتساوي سالب 3. هي دي النقطة الحرجة. حرجة يعني ايه؟ حرجة يعني تفصل ما بين الايه الدالتين. انا هاجي كده بقى وارسم دالة شرطة واعمل بحث اشارة لدالة شرطة س، اجي اقول له ادي سالب 3 اهي، ودي دالة من الدرجة الاولى، ممكن انا اعملها على انها دالة من الدرجة الاولى، وممكن اعوض بقيمة هنا على اليمين واعوض بقيمة هنا على الشمال. اللي مش واخد باله ممكن يعوض. طب يميني هنا ايه؟ يميني سالب 2 وسالب 1 وصفر وواحد واتنين. طب انا هاخد الصفر، يبقى 2 في صفر بصفر زائد 6 طلعت موجبه، يبقى كل الركن ده موجب. طب الناحيه الثانيه الاعداد هتبقى فيها ايه؟ فيها سالب 4 وسالب 5 طب انا هاخد سالب 4، 2 في سالب 4 بسالب 8 زائد 6 يبقى الناتج هيطلع سالب، يبقى الاشاره هنا سالب. اي حاجه موجبه تبقى تزايديه، بنعمل لها سهم من فوق كده، واي حاجه سالبه تبقى تناقصيه. طب هو الراجل بيسالني بيقول لي الداله دي تزايديه فين؟ اقول له تزايديه في الفتره من سالب 3 الى ما لا نهايه. طيب فين الكلام ده؟ نقول له اهي الفقره ج. يبقى انا كده قدرت يعني اراجع لك على التزايد والتناقص بسهوله. الداله لما تبقى كثيره حدود يبقى ازاي اعرف اطلع النقطه الحرجه؟ هفاضل واساوي بالصفر. سوينا بالصفر، وبعد كده باجي باخد اطلع النقطه الحرجه افصل بينها بقى اعمل عليها بحث اشاره الداله، واخد بال حضرتك معايا؟ وبحث اشاره الداله دوت يبين لي الفتره الموجبه تبقى هي التزايديه، الفتره السالبه تبقى هي الايه التناقصيه. ناخد مساله كمان. اذا كان للمنحنى ص بتساوي 5
س ناقص أ الكل أس 3 زائد 4 نقطة انقلاب عند س بتساوي 2، فأن أ تساوي إيه؟ لما تبقى النقطة نقطة انقلاب، ها؟ يبقى معنى كده إن التفاضل الثاني يساوي صفر لما س بتساوي 2. نقطة الانقلاب أهو، أنا بفكرك بالدرس. إيه الحل؟ وقبل الحل تعالى نفتكر. لو جه في مرة قال لي إن النقطة أ وب نقطة انقلاب، تفهم منها إيه؟ أقول له خلي بالك عند س بتساوي أ ده شرطتين أ تساوي صفر، وأقول له كمان إنه عند أ وب تحقق الدالة الأصلية اللي هي دال. على طول كده أول ما يجي يقول لي دي نقطة انقلاب أفهم منها حاجتين، افهم انه عند س بتساوي أ التفاضل الثاني للدالة عند أ بتساوي صفر، وافهم كمان ان لو معايا مجهول تاني ان النقطة أ وب دي بتحقق الدالة الأصلية. يعني ايه الدالة الأصلية؟ يعني مش دال شرطة، مش دال شرطين، لا دال الأصلية اللي ما تعملش فيها حاجة. طب ما المسألة بتاعتنا دي ايه؟ نقول له تعالى معايا بقى، نقول له ادي ايه؟ ص بتساوي 5 س ناقص أ الكل أس 3 زائد 4، دي الدالة الأصلية اللي بكلمك عليها، محدش عمل فيها حاجة. طيب وصاد شرطة دي ده فاضل أس، يبقى معنى كده هنزل الأس أهو 3 ينزل 5 س ناقص أ الكل أس 2. نزلت الأس يا مستر. ماشي. طب ناخد فاصل يا استاذ خالد ونرجع نسير. اعزائي الطلبه فاصل قصير ونرجع نستكمل مع بعض مع استاذ خالد بقيه الافكار بتاعته. في حاجة؟ اعزائي طلبه الصف الثالث ثانوي، اهلا بكم مره اخرى في برنامجكم مدرسه على الهوا. احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على ماده التفاضل والتكامل، وشفنا مع بعض مع استاذ خالد رجع لك القوانين الاساسيه في الاشتقاق، زي ما عرفنا مشتقه الجا هنا بجتا، مشتقه الجتا بسالب جا، مشتقه الظا بقا تربيع، وعرفنا الحاجات الاضافيه طبعا مشتقه القتا طبعا، وعرفنا مشتقه الايه الزطا والحاجات دي اللي هي الاضافات الجديده، الى جانب خدنا بقى النهايات واتكلمنا على فترات ايه التزايد والتناقص. هنستكمل مع بعض فكره السؤال اللي كان سيبناه قبل الفاصل، ونرحب بالاستاذ خالد مره اخرى. اهلا بيك يا اهلا استاذ خالد. وسهلا يا فندم. نستكمل بقى موضوعنا بقى تاني ونشرحه من الاول جديد لو انت كنت مش واخد بالك يعني ايه نقطه انقلاب. فانا بقول لك لو انا عندي نقطه هو مدهاني قال لي ا وب نقطه انقلاب، يبقى معنى كده انه عندي الس بتساوي ا د شرطتين للداله ا دي بتساوي صفر، يعني انت تفاضل مرتين وتساوي الداله بايه؟ بصفر. وبعدين ا وب نفسهم بيحققوا الداله الاصليه. واحد يسال يعني ايه الداله الاصليه؟ اقول له الداله د اللي هي ما تفضلتش خالص. فانا عندي الداله الاصليه اهي، بيقول لي ص بتساوي 5 س ناقص ا الكل اس 3 زائد 4، دي الداله الاصليه. طيب عايزين بقى نقول له نفاضلها، يبقى ص شرطه بتساوي انزل الاس، يبقى 3 في 5 س ناقص ا الكل اس 2 في تفاضل ما بداخل القوس اللي هو كام؟ 5. نظبطها شوية يبقى ص شرطة بتساوي 3 في 5 ب 15، 5 س ناقص أ الكل تربيع. تعال نفاضل تاني في الصفحة اللي بعديها أهو قدامك، أنا معايا ص شرطة بتساوي، معايا ص شرطة بتساوي 15 في 5 س ناقص أ الكل تربيع. يبقى ص شرطتين نفس الحكايه، هنزل الاس، الاس هينزل هتبقى 30 في 5 س ناقص ا الكل اس 1 في تفاضل ما بداخل القوس 5. نظبطها شويه يبقى ص شرطتين 30 في 5 ب 150 في 5 س ناقص ا، هي كده جبنا ص شرطتين. طب ما نعمل ايه يا استاذ؟ نقول له هنساوي ص شرطتين دي بالصفر وهنعوض عن السين ب2 زي ما الراجل قال لي. يبقى تعالى نيجي نقول له ايه؟ ادي مكان دي صفر، وهنا ادي 150 في 5 في 2 ب 10 ناقص ايه؟ 1000. معايا كده؟ طيب حاجه في حاجه بتساوي صفر، يا اما الاولانيه بتساوي صفر وده مستحيل، يا اما 10 ناقص ا هي اللي بتساوي صفر. اقول له اذا 10 ناقص ا بتساوي صفر، ومنها الالف هتساوي كام؟ هتساوي 10. تعالى نرجع للاختيارات بتاعتنا هنا، هنقول له ا ب2، ألف بخمسة، بأربعة، بعشرة، لا إحنا هنختار بعشرة لأن إحنا حليناها وطلعناها 10. يبقى لابد إنك أنت تراجع معايا إزاي تفاضل تفاضل القوس، أفاضل الأس نفسه وبعدين أفاضل ما بداخل الإيه؟ القوس. ناخد المسألة اللي بعد كده.
بيقول لي القيمة العظمى المطلقة للدالة دالة س بتساوي سالب س تربيع في الفترة من سالب 3 و2 هي، وسكت وقال لي بقى الاختيارات بتاعته، يا ترى دالة سالب 3، دالة 0، دالة 1، دالة 2. القيمة العظمى المطلقة ديت أنا عندي فيه عظمى محلية وصغرى محلية اللي هي بتيجي عن طريق النقط الحرجة، لكن العظمى المطلقة بتبقى محددة بفترة ولازم النقطة الحرجة تنتمي للإيه؟ للفترة اللي معايا. فتعالى نشتغل الأول شغل عادي، نجيب النقطة الحرجة بتاعتنا. فبنيجي نقول له آدي دالة س أهي بتساوي سالب س تربيع. نقول له يبقى دالة شرطة س هتساوي، هنزل الأس تبقى سالب 2 س، أساوي دالة شرطة س بالصفر، يبقى أقول له يبقى 2 س بتساوي صفر، ومنها الس هتساوي كام؟ صفر. أصبح عندي دلوقتي هاخد معايا الصفر وهاخد معايا السالب 3 وهاخد معايا الكام؟ الاتنين. يبقى أنا هعوض كده بدالة صفر ودالة التلاتة أول، دالة سالب 3 أول الفترة ودالة الاتنين آخر الفترة. عشان تجيب القيم العظمى المطلقة لازم الأول أجيب النقطة الحرجة، ولازم أول أتأكد إنها تنتمي للفترة اللي هي سالب 3 وكام؟ واتنين. لو مش بتنتمي للفترة ما خدهاش معايا. طب مين هتاخده معاك بقى عشان تعوض في الدالة الأصلية بتاعتك؟ آخد معايا النقطة الحرجة وآخد معايا بداية الفترة وآخد معايا نهاية الفترة. يلا نعوض في الدالة بتاعتنا بقى، الدالة الأصلية، يبقى سالب صفر لكل تربيع بصفر. ها، سالب سالب 3 لكل تربيع، سالب 3 لكل تربيع بإيه؟ ب9، وفي سالب يبقى سالب 9. ها، وبعد كده سالب 2، سالب هنا وسالب 2 لكل تربيع تبقى بسالب 4. يقول لك العظمى المطلقة هي أكبر حاجة فيهم، أكبر حاجة فيهم اللي هي هتبقى دي. إذا دالة صفر هي العظمى المطلقة. طب يا مستر ما جبتليش الصغرى المطلقة. هو بيسأل على العظمى المطلقة هنا، لو عايز الصغرى المطلقة تبقى أصغر واحدة فيهم اللي هي هتبقى دالة سالب 3 تجيب سالب 9. إجابتنا هنا بقى هتبقى مختارة، أقول له ب اللي هي دالة صفر. هو بيقول لي القيمة العظمى المطلقة أنهي في دول، دالة سالب 3 ولا دالة صفر ولا دالة 1 ولا دالة 2؟ أنا بعد الحل والتأكد من الحل قدرنا نطلع الناتج إن العظمى المطلقة هي دالة صفر. ناخد كمان مسألة كده، بيقول لي تكامل ظا تربيع دالة س بتساوي إيه؟ أفكرك الأول بالعلاقات اللي أخدناها في أولى ثانوي. إحنا أخدنا حاجة اسمها 1 + ظا تربيع س بتساوي قا تربيع س. يبقى أنا ممكن أقول له أثبت الظا وأودي الواحد الناحية التانية وأقول له الظا تربيع س بتساوي قا تربيع س ناقص 1. طب ليه يا أستاذ؟ نقول له أصل ما عنديش تفاضل للظا، أنا عندي تفاضل للإيه؟ للقا تربيع. خلي بالك تكامل، أنا آسف بتكلم على التكامل، تكامل جا س دالة س وتكامل جتا س دالة س وتكامل قا تربيع س دالة س. تكامل الجتا بجا س زائد ثابت، تكامل الجا بسالب جتا س زائد ثابت، تكامل القا تربيع بظا س زائد ثابت. دول الثلاث دوال الأساسيين. في عندي بعد كده دوال تانية بنكملها، يا إما بنكملها بالبسط تفاضل المقام زي تكامل الظا. لما تحب تكامل الظا ملهاش قاعدة، هتقول له الظا دي عبارة عن جا على جتا، يبقى البسط تفاضل المقام وتكملها، وكذلك الظا. فتعالى بقى هنا، أنا دلوقتي قدرت أشيل الظا تربيع كتبتها بالصيغة دي، يبقى المسألة دي هعملها إزاي؟ أنت مدهاني تكامل، أنت مدهاني تكامل ظا تربيع س دالة س، وأنا هشيل لك الظا دي وهكتبها لك عبارة عن قا تربيع س ناقص 1 دالة س، عن طريق العلاقة دي اللي بتقول إن 1 + ظا تربيع بتساوي قا تربيع. دي من العلاقات المهمة جدا، وهتقول لي دي في أولى ثانوي يا مستر أنا هفتكرها. لازم تفتكرها، بنحل بيها المسائل. ومن ضمن العلاقات دي برضو 1 + ظا تربيع س بتساوي قتا تربيع س، ومن ضمنها برضو أشهرها اللي هي جا تربيع س + جتا تربيع س بتساوي 1.
الحاجات دي لابد انك انت تخش الامتحان وانت فاكرها، لان ادي حاجه زي كده اللي هيحل المساله دي، العلاقه دي. انا شلت الظا تربيع، كتبت مكانها قا تربيع ناقص واحد. طب يلا بقى نخش تكامل القا تربيع، انت لسه شارحها لي. تكامل القا تربيع بظا سين، طب تكامل الواحد بسين زائد ثابت. يبقى تعالى بقى، يا ترى الاختيارات دي موجود فيها الكلام ده؟ اول اختيار الحل ظا س ناقص س زائد ثابت، ظا س زائد س زائد ثابت، ق اس 4 س تلت ظا تكعيب زائد ثابت. لا، الحل هنا عندي ظا س ناقص س زائد ثابت. وطبعا لابد انك انت تحل اولا، مش هنختار كده والسلام. يبقى احنا كده فكرناك بالايه؟ بالدرس. تعالى بقى نشوف مسألة كمان، مسألة إثبات. بيقول لي اثبت إذا كان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 3، فاثبت أن ص أس 3 لص شرطتين زائد 3 بتساوي 0. برضو فاكر لما قلنا لك إزاي بتعرف تفاضل السين بالنسبة للسين والصاد بالنسبة للسين؟ هو ده اللي هنعمله في المسألة دي. يلا معايا كده وبالراحة وواحدة واحدة، عشان المسألة الإثبات يعني لابد إن إحنا نوصل للي هو قايل عليه بالظبط. هنمشي مع بعض واحدة واحدة كده، فهنيجي نقول له ايه الحل. س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 3، دي العلاقة اللي هو مدهاني. المسألة هي قدامك تاني واضحة، إذا كان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 3، فاثبت أن ص تكعيب ص شرطتين زائد 3 بتساوي 0. فأنا مسكت العلاقة نفسها وتعالى نفاضلها. فلما هفاضلها اقول له يا فاضل السين بالنسبه للسين هتبقى 2 س، زائد افاضل ديت هتبقى 2 ص في د ص على د س بتساوي صفر. تفاضل الثلاثة بصفر. ها تعالى بقى قبل ما تحل خالص، معلش نودي دي الناحيه التانيه ونقول له ايه، يبقى د 2 ص في د ص على د س بتساوي سالب 2 س، واقسم على الاتنين ص يمين وشمال، يبقى د ص على د س هتساوي سالب س على ص. مهمه دي احنا هنحتاجها. د س د ص على د س دي احيانا بنسميها ص شرطه. خليك بقى في العلاقه بتاعتنا دي اللي هي 2، خليك معايا برضو، 2 س زائد 2 ص ص شرطه بتساوي صفر. بالقسم على الاثنين تبقى س زائد ص ص شرطه بتساوي صفر. فاضل بقى التفاضل الثاني. افاضل التفاضل الثاني هيبقى تفاضل السين بواحد، افاضل ده حاصل ضرب دالتين، فنيجي نقول له الاول ص في تفاضل الثاني ص شرطتين زائد الثاني ص شرطه في تفاضل الص ص شرطه هي كمان تساوي صفر. ص شرطه في ص شرطه بص شرطه تربيع، يبقى ادي الواحد زائد ص ص شرطتين زائد ص شرطه الكل تربيع بتساوي صفر. طب انت مجهزها دي؟ اه انا مجهزها اهي، ص شرطه اهي عاملها لك عليها برواز بتساوي سالب س على ايه؟ ص. طب ما تيجي تعوض عنها، يبقى دي واحد زائد ص في ص شرطتين زائد سالب س على ص اللي انت مجهزها الكل تربيع بتساوي كام؟ بتساوي صفر. ربع بقى القوس ده كده وهتهالي في ورقه كمان عشان خاطر تعرف تشوف كويس، هكتبها لك تاني عشان تاخد بالك معايا. اخر حاجه وصلنا لها، واحد زائد ص ص شرطتين زائد سالب س على ص الكل تربيع بتساوي صفر. طب ربعها هيبقى واحد زائد ص ص شرطتين زائد، لما تربع هتلغي الاشاره وتبقى المساله عباره عن س تربيع على ص تربيع بتساوي كام؟ صفر. هتيجي تقول له ايه؟ بالضرب في ص تربيع، اضرب في ص تربيع للمساله كلها. يبقى هتضرب هنا في ص تربيع هتبقى ص تربيع، هتضرب هنا في ص هتبقى ص تكعيب ص شرطتين زائد س تربيع، هتروح هنا ص تربيع مع ص تربيع هتروح بتساوي صفر. الله، طب ما انا عندي س تربيع زائد ص تربيع، عندي العلاقه دي اساسا موجوده، الراجل قايل لي عليها، قايل لي ان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي كام؟ 3. انا ممكن اشيل دول واقول له ص تكعيب ص شرطتين زائد، بدل ما اكتب لك س تربيع زائد ص تربيع بتساوي صفر، انا هشيل دول كلهم واكتب مكانها كام؟ 3. يبقى ص تكعيب ص شرطتين زائد 3 بتساوي صفر، وهو ده المطلوب اثباته. خلي بالك هو كان عايز يثبت من الاول كده، اثبت ان ص تكعيب
س شرطتين زائد 3 بتساوي صفر. اشرح تاني عشان تاخد بالك، لان المساله طولت معانا الاول. بنقول لحضرتك اهو من البدايه كده، بتمسك انت العلاقه اللي هو مديها لك دي كانك بتمسك المعطيات، يبقى بتقول له ادي المعطيات بتاعتك اهي، المعطيات ان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 3. هنفاضل، وبعد ما نفاضل اول مره هنحتفظ بالناتج، واحنا فهمنا ليه بنحتفظ بالايه بالناتج. فاضلنا اول مره وقسمنا على الاثنين وطلعنا د ص على د س، او طلعنا ص شرطه بسالب س على ص واحتفظنا بيها. ونرجع بقى نكمل شغلنا تاني. انا معايا 2 س زائد 2 ص، ص شرطه بتساوي صفر. ها اختصرت على الاثنين، وهبدا بقى ايه افاضل التفاضل التاني، تفاضل السين بواحد. الله، ده تفاضل حصل ضربتين يا مستر. نقول له الاول ص في تفاضل التاني ص شرطه، لما فاضلها تاني تبقى ص شرطتين زائد التاني ص شرطه في تفاضل الص بص شرطه، ص شرطه في ص شرطه بص شرطه لكل ايه تربيع. طب ما انت عندك ص شرطه تربيع، ص شرطه عندك بسالب س على ايه على ص، يبقى هشيلها واحط مكانها سالب س على ص. وكتبنا العلاقه اهي، واحد زائد ص في ص شرطتين زائد سالب س على ص لكل تربيع بتساوي كام؟ صفر. وربعناها، ولما ربعناها خلي بالك لغينا الاشاره، لان التربيع بيلغي الايه؟ اشاره. وضربنا في ص تربيع للاطراف المعادله كلها، وكتبنا جنبك هنا عشان تفهم الاستاذ بتاعك انا بضرب في ص تربيع. ضربنا في ص تربيع، اكتشفت ان المساله فيها ص تربيع وفيها س تربيع. الله، طب ما انا يا مستر عندي س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 3، ما انا ممكن اشيل الاثنين دول اهم، انا عم ببروزهم لك، ما انا ممكن اشيل الاثنين دول واحط مكانهم 3. يبقى انا فعلا شلتهم وحطيت مكانهم 3. طب ليه يا مستر؟ نقول له اصل ده المطلوب، خلي بالك هو بيقول له اثبت ان ص تكعيب ص شرطتين زائد 3 بتساوي صفر. يبقى المسألة اللي فيها إثبات لازم نوصل للصيغة اللي هو طالبها مني. علشان كده احنا ايه فضلنا ماشيين واحدة واحدة لغاية لما وصلنا للصيغة اللي طالبها مني الايه المستر. تعال نشوف مسألة كمان. المسألة بتقول سلم ثابت الطول ينزلق طرف العلوي على حائط رأسي بمعدل كاف وحدة، وأوجد معدل ابتعاد طرفه السفلي عن الحائط عندما يميل السلم على الرأس بزاوية سيتا. يبقى تعالى نتخيل المسألة كده، تعالى نتخيل المسألة آدي السلم أهو ثابت الطول، يعني طوله ثابت. لو انزلق يبقى بيعمل تغير هنا كده، خلي بالك الانزلاق اللي الرأس ده بالسالب، يعني انا اقدر اقول له كده الحل انه انا لو سميت دي س وسميت دي ص اقول له د ص على د س على د ن، معدل التغير هنا بيساوي سالب كاف. ليه يا استاذ؟ نقول له اصل ده بيقلل المسافه، يعني انت هنا كده لما تنزلق كده يبقى بتقلل المسافه، طب لو انزلقت كده لا بتزود، علشان كده ها الانزلاق الافقي بيبقى بالموجب، انما الانزلاق الراسي بيبقى بالايه بالسالب. طب ايه العلاقه؟ نقول له انا هفرض ان طول السلم فيه، وهفرض كمان ان الزاويه اللي بيصنعها مع الراس خلي بالك سيتا، هو حتى بيقول له حيث قتا سيتا، قتا يعني ايه المقابل، الوتر على المقابل 5/4. فانا هقول له ان العلاقه اللي موجوده عندي هنا في المساله ان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي ف تربيع، لانه ما قاليش طول السلم كام فانا افترضته ف. طب ليه يا استاذ ما يبقاش متغير؟ لانه هو في الاول بيقول لي سلم ثابت الطول، يعني مش زي السين ومش زي الص. يبقى في الحاله دي لما تيجي تفاضل بالنسبه لنون يبقى نيجي نقول له ايه 2 س، افاضل بالنسبه للنون السين غريبه عن النون، يبقى نقول له 2 س في د س على د ن، زائد برضو الصاد هنا هفاضل بالنسبه للنون 2 ص في د ص على د ن، اما الف ده مقدار ثابت يبقى بصفر. الدال ص على د ن عندي بكام؟ بسالب كاف. طب امال السين بكام؟ نقول له خلي بالك بقى، بما ان قتا سيتا بتساوي 5/4، يبقى معنى كده ان السين بتساوي 5/4 ميم، والصاد بتساوي 3 ميم،
لانه دي هتبقى اربعه، دي هتبقى خمسه، هتبقى دي ثلاثه. طب ايه لازمه الميم؟ نقول له علشان يبقى نديله كل الاحتمالات بتاعه الحل، ما نديلوش حل واحد، لان انا ممكن اقول لك السين باربعه والصاد بثلاثه والفه بخمسه، ده احد الحلول. معايا كده؟ يبقى السين بتساوي اربعه ميم، والصاد هتساوي ثلاثه ميم، والفه هتساوي خمسه ميم. ها بص كده، السين هتساوي كام؟ اربعه ميم، الصاد هتساوي كام؟ ثلاثه ميم. طب هات القطع كده، نقول له القطع الوتر على على الايه المقابل، يبقى 5 ميم على 4 ميم ب 5 على 4، يبقى كلام مظبوط. طيب تعال نعوض بقى في المعادله، تعال نكتبها تاني قدام منك. 2 س في د س على د ن زائد 2 ص في د ص على د ن بتساوي صفر. الاثنين مالناش دعوه بيها، السين انا لسه قايل لك عليه ب 4 ميم، في د س على د ن ده احنا اللي عايزين نجيبها، زائد هنا هيبقى في ناقص 2 في الصاد احنا قلنا عليها ب 3 ميم، الكاف بسالب كاف، هتبقى هنا السالب اللي احنا عملنا حسابها بتساوي صفر. في هنا 2 وهنا ميم وهنا 2 وهنا ميم، نقول له بالقسمة على 2 ميم لجميع الاطراف، يبقى هقسم هنا على 2 ميم، هقسم هنا على 2 ميم، ها يبقى الناتج 4 في د س على د ن ناقص 3 كاف بتساوي صفر. اودي ال 3 كاف الناحيه الثانيه، يبقى 4 في د س على د ن بتساوي 3 كاف، وبالقسمة على الأربعة، يبقى إذا د س على د ن هتساوي 3 كاف على 4. إذا ده لما ينزل بمقدار كاف، ده ينزلق بمقدار 3 كاف على إيه؟ 4، بس ده هينزل بالسالب وده هينزل بالإيه؟ بالموجب. طبعا دي مسألة مش اختيارات، فعشان كده مش بنبص على الاختيارات بتاعت المسألة. نشوف مسألة كمان، بيقول أول ما يجي يقول لك إذا كان ميل المماس للمنحنى، يبقى أنت هتقول له يعني د ص على د س، يبقى في الحالة ديت المنحنى نفسه مش معاك، أنت هيطلبه منك. ها إذا كان ميل المماس للمنحنى د للدالة د عند أي نقطة س وص عليه بيساوي 1 على 2 س ناقص ه، وكان دالة ه بتساوي نص، فوجد دالة 2 ه. تعالى نمشي مع بعض في المسألة بالراحة كده واحدة واحدة. ميل المماس احنا عارفينه انه اسمه د ص على د س، بيساوي ايه؟ هو الراجل بيقول لي بيساوي 1 على 2 س ناقص ه. انا عندي حاجة اسمها فصل المتغيرات، او احيانا بنسميها تبادل الضرب التبادلي، يعني هقول له يبقى د ص هنا لوحدها بتساوي 1 على 2 س ناقص ه في د س، يبقى انا كده عملت ايه؟ فصل متغيرات، وديت الدال س الناحية التانية، وهعمل تكامل هنا وهعمل تكامل هنا. لما اجي اكامل تكامل للدال ص تديني ص، الصاد دي خلي بالك اللي هي في نفس الوقت بسميها دالة س. لما اجي اكامل دي، ده واحد على حاجة بتفكرني باللوغاريتم، بس لازم يكون البسط تفاضل المقام. ها الله يا استاذ، طب ما انا ممكن اضرب هنا في 2 واقسم هنا على ايه؟ على 2، علشان لما اجي افاضل المقام، تفاضل المقام 2 س تفاضلها ب2، يبقى انا ضربت في 2 وقسمت على 2، يبقى ساعتها بقى نقول له ادي النص اهو في لوغاريتم مقياس 2 س ناقص ه للاساس ه زائد ثابت، يبقى انا كده فاضلت ايه؟ كملت المساله. يبقى اصبح دلوقتي عندي داله س بتساوي نص لوغاريتم مقياس 2 س ناقص ه زائد ثابت. اداني الراجل معلومه هنا، بيقول لي خلي بالك ده داله ه بتساوي نص، يعني حضرتك لما تشيل كل س وتحط ه الناتج يطلع نص، يبقى انا لو انا حطيت هنا ه يبقى الناتج هنا يطلع كام؟ نص. طب عايزين نحط هنا ه، نقول له ادي نص اهو لوغاريتم للاساس ه 2 في س، يعني 2 في ه ب2 ه ناقص ه زائد ثابت. 2 ه ناقص ه به، لوغاريتم ه للاساس ه بواحد، يبقى ساعتها هنقول له ادي النص بيساوي نص في واحد بنص زائد ثابت. ولو وديت النص الناحيه الثانيه هتستنتج ان الثابت بيساوي صفر. امال شكل الداله ايه بقى لما الثابت بيساوي صفر؟ نقول له شكل الداله هيبقى كالاتي: داله س بتساوي نص
لوغاريتمي للاساس ه مقياس 2 س ناقص ه، كان في هنا زائد ثابت شيلناه لان طلع الثابت بايه؟ بصفر. امال حضرتك طالب ايه؟ الراجل طالب عايز دالة 2 ه بكام؟ يعني ايه دالة 2 ه؟ يعني شيل لي كل س وحط مكانها 2 ه، يبقى ادي النص اهو لوغاريتمي للاساس ه، وانا هشيل السين دي الله احط مكانها 2 ه، وفي 2 يبقوا 4 ه ناقص ه، 4 ه ناقص ه ب 3 ه، يبقى دالة 2 ه هتساوي نص لوغاريتم 3 ه للاساس ه. خلي بالك هنا عايز تحط المقياس تحطه، عايز تسيبه لان اله كميه موجبه مش مستحيل تبقى سالبه، فانت عايز تقول له قياس 3 اهي ماشي، ممكن تتنازل عن المقياس لتاكدك ان ما داخل المقياس مقدار ثابت او مقدار موجب، خلاص ما فيش مشكله. يبقى ده الحل النهائي اللي هو طالبه في المساله، لان الراجل قال لي اوجد داله 2 اهي. مشينا في المساله واحده واحده، ولو مش مستوعب معايا مستعد نعيدها تاني عشان تفهم، وعلشان احنا عايزينك تنجح بإذن الله وتجيب الدرجة النهائية. نشوف مسألة كمان. عين القيم القصوى المطلقة للدالة دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 3 س زائد 2 في الفترة من سالب 2 و1. قيم قصوى مطلقة اللي هي القيم اللي احنا قلنا قبل كده عليها، اللي هي القيم المطلقة اللي احنا بنعين النقطة الحرجة بتاعتنا، وبعدين بناخد معانا أول الفترة وناخد معانا آخر الإيه الفترة. طب إزاي أجيب النقط الحرجة؟ نقول له إيه؟ خلي بالك بقى معايا، احنا بنعيد لك تاني الشرح اهو تاني. عشان تجيب النقط الحرجة يبقى بنيجي نقول له ايه؟ نجيب له دالة شرطة س بتساوي 3 س تربيع، بفاضل اهو س تكعيب بنزل الاس 3 واخصم من الاس 1 ناقص 3. طب والاثنين؟ تفاضل الثابت بصفر. طيب بعد كده اساوي دي بصفر، اقول له لما دالة شرطة س بتساوي صفر اذا 3 س تربيع ناقص 3 بتساوي صفر، يعني 3 س تربيع بتساوي 3 بالقسمه، تبقى السين تربيع بتساوي 1، تبقى السين بتساوي موجب او سالب ايه؟ 1. الموجب والسالب 1 دول لو انت عايز تبحث بقى الاشاره وتعرف القيم العظمى المحليه والصغرى المحليه، ادي سالب 1 هنا وادي 1 هنا، ودي داله، الداله داله شرطه داله تربيعيه، ها معامل السين فيها موجب، فهتيجي تقول له هنا مثل الف عكس الف مثل الف، فهتيجي تقول له الالف موجبه، يبقى ده موجب ده سالب ده موجب، وبالتالي لو هنا موجب بعدها سالب تبقى دي الصغرى، لو هنا سالب بعدها موجب تبقى دي العظمى، بس صغرى ايه؟ صغرى محليه. بس انا مش طالب كده، ده انا طالب الصغرى المطلقه. نيجي نقول له الاول هل النقطتين دول معاك في الفترة ولا مش معاك؟ معايا اخدهم. يبقى في الحالة ديت انا بقى هعمل ازاي؟ اقول له دالة سالب 2 اول الفترة، وبعدين دالة 1، وبعدين دالة السالب ايه؟ 1. يبقى انا خدت النقطتين الحرجتين، وخدت بداية الفترة، وخدت نهاية الايه؟ الفترة. يلا نعوض بقى. ها؟ سالب 2 الكل تكعيب بسالب 8، سالب 3 في سالب 2 بموجب 6 زائد 2 تطلع بصفر، 6 و2 8 وسالب 8 تطلع بصفر. ها 1 الكل تكعيب تطلع بواحد، ناقص 3 في 1 ب3 زائد 2، ادي 1 وادي 2 3 من سالب 3 برضو تطلع بصفر. ها سالب 1 الكل تكعيب بسالب 1، سالب 3 في سالب 1 بموجب 3 زائد 2، 3 و2 5 من سالب 1 يطلع ب4. الراجل بيقول لك العظمى المطلقة هي أكبر قيمة فيهم، يبقى دي هتلاقيها إيه؟ عظمى مطلقة. الصغرى المطلقة في 2 صغرى مطلقة، لأنه الاتنين قد بعض. يعني هاجي أقول له كده سالب 2 وصفر وواحد وصفر، الاتنين دول على بعض كده اسمهم صغرى مطلقة. إنما سالب 1 و4 عظمى مطلقة. يبقى هو لما الراجل قال لي عين القيم العظمى المطلقة، أولا عملت إيه؟ فضلت، بعد ما فضلت حددت الصغرى المحلية والعظمى المحلية، وبعد كده شفت النقطتين اللي معايا ينتموا للفترة خدتهم معايا، بتاخدهم فين بقى؟ بتعوض فيهم بالدالة الإيه؟ الأصلية. ناخد مسألة كمان.
بيقول لي إذا كان طول وتر مثلث قائم الزاوية بيساوي 10 سنتي، اوجد طول كل من الضلعين الآخرين عندما تكون مساحة المثلث أكبر ما يمكن. أول ما يجي يقول لي أكبر ما يمكن، أنا على طول بفهم إنها تطبيقات على القيم العظمى والإيه والصغرى، وكأنها مسألة قيم عظمى وإيه وصغرى. بس تعالى نتخيل مع بعض المسألة. المسألة بتقول إن أنا عندي مثلث قائم، أهو قدامك مثلث قائم كده، الوتر بتاعه ثابت بيساوي 10، وادي السين وادي الصاد، عايز مساحته أكبر ما يمكن. فأنا الأول لابد إن أنا أعمل علاقة ما بين السين والصاد. العلاقة اللي ما بين السين والصاد نظرية فيثاغورس، اللي هي إن سين تربيع زائد صاد تربيع بتساوي 10 تربيع، اللي هي إيه؟ 100. هي دي العلاقة اللي بينهم. طيب أنا عايز إيه؟ أشوف الصاد بكام؟ أقول له يبقى الصاد تربيع بتساوي 100 ناقص سين تربيع. طب الصاد لوحدها بكام؟ نقول له يبقى الصاد بتساوي جذر 100 ناقص سين تربيع. واحد يقول لي ليه يا أستاذ ما قلتش زائد وناقص؟ أقول له لا، ما ينفعش أقول له زائد وناقص هنا، لأن الصاد بتعبر عن طول ضلع، فلازم يطلع بالإيه؟ بالموجب. يبقى أنا كده عرفت الصاد بكام؟ طب ما انت بتكلمني عن ايه؟ بتكلمني عن مساحة، يبقى اقول له مساحة المثلث نص السين في الصاد. بس ده المساحة دي لازم تبقى متغير واحد، نقول له ما انا هشيل لك الصاد دلوقتي، وهقول لك تبقى مساحة المثلث نص السين في الصاد اللي انت جبتها اللي هي 100 ناقص سين تربيع. فبقت المساحة في متغير ايه؟ واحد. تعالى في صفحة تانية نبين الكلام ده. المساحة اهي بتساوي نص سين في جذر 100 ناقص سين تربيع. احسن طريقة في المسائل دي انك تدخل السين جوه، ولما تخش جوه بتتربع حسب الدليل اللي معاك. الدليل جذر تربيعي يبقى تتربع، لو جذر تكعيبي تبقى تتكعب. يبقى هقول له الميم هتساوي نص اهي في الجذر التربيع، السين دي هتخش تربيع تبقى 100 سين تربيع، والسين دي هتخش تربيع هنا كمان هتبقى سين اس 4. كده بقى جذر واحد. وفي الحالة دي لما تحب نجيب ميم شرطة، ميم شرطة هنا المقصود بيها دال ميم على دال سين، هتساوي نص في 1/2 الجذر اللي هو 100 سين تربيع ناقص سين أس 4، في تفاضل ما بداخل الجذر. تفاضل ما بداخل الجذر تبقى 200، ال 2 سين هتنزل سين، ناقص 4 سين تكعيب. يعني لو حبيت تعدلها شوية، النص في النص تبقى بـ4، وادي الجذر اهو 100 س تربيع ناقص س أس 4، وهنا 200 س ناقص 4 س تكعيب. بما ان المقدار الموجب اللي جوه الجذر لا يساوي الصفر وهو مقدار موجب، فاحنا هنبص للبسط بس، يعني هنيجي نقول له ايه؟ البسط يساوي صفر، يبقى اذا ال 200 س ناقص 4 س تكعيب بتساوي صفر. اخد 4 س عامل مشترك، هيبقى لي من هنا 50 ناقص س تربيع بتساوي صفر. 200 على 4 فيها ال 50، س على س راحت، 4 على 4 راحت، س تكعيب على س فيها س تربيع. وهقول له يا اما الس بتساوي صفر يا اما القوس ده بيساوي صفر. طبعا مستحيل الس بيساوي صفر، لانه الس لو ساوي صفر يبقى مش هيبقى فيه مثلث. يبقى في الحاله ديت هقول له كده، ها، اما انه الس تساوي صفر، او انه ان س تربيع بتساوي 50، ومن هنا تبقى الس بس بتساوي 5/2. ونرجع نعوض، انا معايا ص تربيع بتساوي 100 ناقص س تربيع، وانا عندي الس تربيع جايبها ب50، تبقى الص تربيع بتساوي 100 ناقص كام؟ 50، هتطلع ب50، تبقى الص تربيع بتساوي 50، يبقى برضو الص هتساوي 5/2. طب انا عايز اتاكد انها اكبر ما يمكن ولا مش اكبر ما يمكن، يعني هل دي اكبر مساحه؟ يبقى لابد ان انا اجيب ميم شرطتين، او ابحث اشاره الداله اللي موجوده هنا دي. لما ابحث اشاره الداله هبحث اشاره الايه؟ البسط. احنا خدنا المساله كده، فهتبقى هنا صفر، وهنا 5/2، وهنا -5/2 مش هناخدها لانها دي سالبه، وهيبقى هنا دي كده سالبه وهنا موجب. في الحاله ديت هيبقى المقدار ده قيمة عظمى.
في الحالة دي هتبقى أكبر ما يمكن. عارف بقى لما طلعت أكبر ما يمكن طلعت إيه؟ طلعت مثلث متساوي الساقين، لأنه السين طلعت بخمسة جذر اتنين والصاد طلعت بخمسة جذر. ممكن هو في المسألة بدل ما يجي يقولك كده يقولك اثبت إن مثال المثلث علشان يبقى أكبر ما يمكن يبقى مثلث متساوي الساقين. فإحنا هنيجي نعمل نفس الحل بتاعنا، وفي الآخر هنكتشف إن السين بخمسة جذر اتنين والصاد بخمسة جذر اتنين، إذا المثلث مثلث متساوي الساقين. تعالى معايا بقى لمسألة كمان، خلي بالك أنا بحل لك بوكليت كامل، يعني زيك زي كأنك بتمتحن بالظبط. ها، اوجد مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنيين ص بتساوي س تربيع وص بتساوي 2 س. ما تزهقش من الرسم، الرسم بسيط جدا. ها بص، خد بالك معايا الأول قبل ما نرسم، تعال نجيب نقط تقاطع المنحنيين معا. يعني أول حاجة بتحلها لما تجي لك منحنيين كده نقول له إيه؟ لإيجاد نقط التقاطع. نقط التقاطع دي هتخلينا نعرف نرسم، وفي نفس الوقت هتخلينا نعرف حدود التكامل بتاعتنا من كام لكام. الأول كده نقول له إيه؟ عشان تجيب نقط التقاطع تقوم تقول له إيه؟ س تربيع من عندنا هتساوي 2 س من عندكم، ما دي ص ودي ص. يبقى س تربيع من الدالة ديت بتساوي 2 س من هنا. دخلهم جوه. واحد يقول لي بالقسم على س، لا ده انت كده طيرت حل من الحلول لما تقسم على س. لا دخلها جوه، يبقى س تربيع ناقص 2 س بتساوي صفر. ها خد س عامل مشترك هيبقى لي س ناقص 2 بتساوي صفر، يبقى اما س بتساوي صفر او س بتساوي كام؟ 2. دول حدود التكامل. وفي نفس الوقت لما تحب ترسم خد بالك بقى معايا، طبعا الدالة التربيعية مش محتاجة حاجة، ادي واحد اتنين، ادي سالب واحد، ادي سالب اتنين. عندي الواحد بواحد، عندي الاتنين باربعة، وعندي السالب واحد بواحد، وعندي السالب اتنين باربعة، الدالة وعوض بيها قدام منك كده فهتطلع بالمنظر ده. ودي دالة مشهورة جدا، وجت على فكرة في امتحان 2018. وفي نفس الوقت نقطتين التقاطع دول هم اللي هرسم بيهم الخط المستقيم، لانه عند الصفر في نقطة تقاطع وعند الاتنين في نقطة تقاطع. فانا بدل ما اعمل نقط تقاطع للمستقيم ده، لا انا هقول له ايه؟ ده انا عندي نقطتين والمستقيم يترسم بنقطتين اهم. يبقى نقط التقاطع فادتني اهو. في الحاله دي هو الراجل عايز المنطقه المحصوره دي، عايز مساحه المنطقه دي. يبقى انا اولا حليت المنحنيين مع بعض، عرفت حدود التكامل لان انا هكامل من صفر لاتنين. تاني حاجة نقطتين التقاطع اللي انت قلت لي عليهم دول، برضو دول نقطتين واقعين برضو على الخط المستقيم. اذا انا عارف نقطتين على الخط المستقيم، عند النقطة صفر وعند النقطة كام؟ اتنين. جبتهم الاتنين مع بعض معايا كده. طيب في الحالة دي بقى عايزين نجيب التكامل، المساحة. فهاجي اقول له المساحة بتساوي تكامل من صفر لاتنين. خد بالك بقى مين اللي فوق ومين اللي تحت. اللي فوق الخط، اللي تحت المنحنى، المنطقة اللي انت عايز ترسمها. فانت بتيجي تقول له اللي فوق الاتنين س ناقص اللي تحت اللي هو الس تربيع، دالة س اهو، ده اللي فوق اهو، ده اللي تحت. واحد يقول لي نربع يا استاذ، نقول له التربيع لما تكون بتجيب حجم ولازم تكتب بره باي، لكن في المساحة انت ما بتربعش. ها يلا بقى نكمل. يبقى الميم هتساوي من صفر لاتنين، اتنين سين هتبقى اتنين سين تربيع على الاتنين ناقص سين تربيع هتبقى سين تكعيب على التلاتة. بزود الأس واحد واقسم على الأس الايه الجديد. عايز تختصر نختصر مع بعض. نعوض، بعوض بالاتنين وبرجع اقول له ناقص اعوض بالصفر. طبعا الصفر هيجيب لي صفر، يعني المفروض ان انا بقول له دي دالة اتنين ناقص دالة صفر. انا بجيب له دالة اتنين يعني بعوض بالاتنين، ناقص اجيب له دالة صفر يعني بعوض بالصفر. طب تعالى نعوض بالاتنين، هعوض بالاتنين تديني اربعة، وعوض بالاتنين هنا تديني تمانية على التلاتة. المفروض اقول له كده ناقص اعوض تاني هتدي صفر هنا، فما فيش داعي اعملها. ها يبقى الناتج يطلع كام بقى؟ نقول له ايه؟ وحد المقام هنا كده والناتج هيبقى تلاتة هنا، وتلاتة في اربعة باتناشر ناقص تمانية، فتطلع باربعة على تلاتة وحدة مساحة.
مسألة بسيطة جدا، رسمها بسيط، حلها بسيط، وجات مسألة زيها في امتحان 2018. سابوا كل المسائل المكلكعة، خلي بالك بس معايا، وجابوا لك المسألة ديت، وكانت موجودة في كتاب المدرسة، وكانت موجودة في النماذج بتاعة الوزارة، مسألة بسيطة جدا، وإحنا إيه بنحلها لك أهي. نفس طريقة المسألة برضو دي، مسألة تاني على الحجوم أهو، يمكن تقريبا نفسها. بيقول له اوجد حجم الجسم الناشئ من دوران المنطقة المحصورة بين المنحنيين ص بتساوي س وص بتساوي نص س تربيع حول محور السينات دورة ايه كاملة. اول حاجة بنعملها زي ما قلت لك، احنا بايه بنحل المعادلتين مع بعض، دي ص ودي ص، فنيجي نقول له ص من هنا بتساوي كام؟ بتساوي نص س تربيع. طب والص التانية بتساوي كام؟ بتساوي س. نقول له بالضرب في 2 يبقى س تربيع بتساوي 2 س. هضرب هنا في 2 طريقة المقام، هضرب هنا في 2 تبقى 2 س، هدخلها جوه هتبقى س تربيع ناقص 2 س بتساوي صفر. هاخد س عامل مشترك، ها اوعى تقسم على الس، غلط القسم على الس، ها يبقى ادي الس عامل مشترك هيبقى لي س ناقص 2 بتساوي صفر، ومنها يا اما س بتساوي صفر يا اما س بتساوي 2. دول حدود التكامل، وفي نفس الوقت دول النقط اللي برسم بيهم المستقيم اللي عندي. يلا نرسم بقى. واحد اتنين سالب واحد سالب اتنين. لو عوضت بواحد في الدالة دي هيديني نص اهو، ولو عوضت باتنين هيديني اتنين، اتنين اهي باربعة في نص يبقى، وهنا نفس الكلام لو عوضت بسالب واحد هيديني نص، ولو عوضت بسالب اتنين هيديني اتنين، يبقى انا بعمل الدالة بالمنظر ده كده اهي. ودايما الدالة اللي فيها المعامل كسر بتبقى مفتوحة شوية، والدالة اللي فيها المعامل عدد صحيح بتبقى مقفولة شوية. ها الدالة مفتوحة زي ما انت شايف. تعالى عوض بقى هنا، هنا هنعوض في المسألة ديت، فهيدي لك ايه واحد وواحد واتنين واتنين وتلاتة وتلاتة، لان ص بتساوي س، فهتديني الخط المستقيم اللي بالمنظر ده. فالحتة اهي الصغيرة دي هي اللي عايزة الدوران حواليها، وحدود التكامل بتاعتك من صفر لاتنين، وانت عارف مين اللي فوق ومين اللي تحت، فهتيجي تقول له ح بتساوي باي تكامل من صفر لاتنين اللي فوق الخط المستقيم، بس انا بجيب حجم، يبقى س تربيع ناقص اللي تحت هربع، ده اربع النص يبقى ربع، اربع الس تربيع تبقى س اس اربعة، الكل دالة س. تعال بقى المسألة قدام منك اهي تاني، ح اهي بتساوي ح بتساوي باي تكامل من صفر لاتنين س تربيع ناقص ربع س أس أربعة دالة س، يبقى ح هتساوي باي من صفر لاتنين س تربيع هتبقى س تكعيب على تلاتة ناقص س أس خمسة على خمسة هتبقى س أس خمسة على عشرين، خمسة تحت وأربعة تحت، خمسة في أربعة بعشرين. يلا نعوض بقى، وزي ما فهمتك انت بتعوض بالاتنين وبعدين بترجع بتعوض بالصفر، فاحنا مش هنعوض بالصفر، يبقى الح بتساوي باي، ها افتح قوس عوض باتنين تطلع بتمانية على التلاتة ناقص اعوض هنا بالاتنين تطلع باتنين وتلاتين على عشرين، اتنين وتلاتين على عشرين على الاربعة فيها الخمسة على الاربعة فيها التمانية، فهتطلع تمانية على التلاتة على الخمسة اسف، لانه 2 اس 5 ب 2 وكام؟ و30. يلا بقى ادي الباي اهي، ونوحد المقامات على 15 ونقول له 5 في 8 ب 40 و3 في 5 ب 24، لما تيجي تطرح عددين تضرب ده هنا وتضرب ده هنا وتضرب ده هنا، 3 في 5 ب 15، 5 في 8 ب 40، 3 في 8 ب 24، 44 من 24 16، يبقى الناتج هيطلع 16 على 15 باي وحدة حجم. يبقى برضو مسألة بسيطة وسهلة، وزي ما اتفقنا الحجم
بكتب له باي، بربع كل واحده من ايه من الايه من المساله اللي معاه. تعال نشوف مساله كمان. مساله تكامل، وانا عايز احلها لك بطريقتين. تكامل س في س ناقص 2 الكل اس 4 داله س. فالحل بتاعنا حتى ممكن طالب سنه تانية ثانوي يحلها، يقول لك دي هنا س وهنا س ناقص 2، ها يا مستر ازود 2 وانقص 2. ها معايا؟ يبقى هعمل كده س ناقص 2 زائد 2، وهنا س ناقص 2 الكل اس 4 داله س، بحيث تخش مره على دي وتخش مره على دي. يبقى معنى كده التكامل ده هيبقى ايه؟ هخش س ناقص 2 الكل اس 4 على دي كلها اللي هي س ناقص 2، هتبقى س ناقص 2 الكل اس 5، وبعدين زائد 2 في س ناقص 2 الكل اس 4، وفي الاخر هكتب له دي داله س. كامل بقى دي، اكامل دي هتبقى س ناقص 2 الكل اس 6 على 6 زائد 2 اهي، وكامل دي هتبقى عباره عن س ناقص 2 الكل اس 5 على 5 زائد ثابت. يبقى انا لو معايا س لوحدها هنا، وهنا في قوس س ناقص 3، اقول وازود ال س دي زائد 3 وناقص 3 واعملها. طيب هل ممكن تتحل بطريقه تانية؟ نقول له اه ممكن تتحل بطريقه التجزيء. حل اخر، حل اخر ممكن اجي اقول له ايه؟ ده التفاضل وده التكامل، واقول له ده السين وده سين ناقص 2 الكل اس 4، وفاضل السين تطلع بواحد، وكامل دي اللي هي تبقى سين ناقص 2 الكل اس 5 على 5. وممكن كمان اكامل تاني، افاضل دي تطلع بصفر، وكامل دي هتبقى سين ناقص 2 الكل اس 6 على 30. وبعدين تقوم تقول له ده موجب ده سالب، هتضرب ده هنا وتضرب ده هنا، والناتج هيطلع كده س في س ناقص 2 الكل اس 5 على 5 ناقص س ناقص 2 الكل اس 6 على 30 زائد ثابت. ده طريقة تانية، لكن أنا بيتهيألي الطريقة الأولانية هتخطر على بالك بسرعة، إنك تضيف 2 وتطرح 2. نشوف مسألة كمان بقى هنا، مسألة صعبة شوية بقى، خلي بالك معايا فيها. دي فعلا مسألة بقى بالتجزيء، وممكن كمان تجزيء وتعويض في نفس الوقت. ركز معايا فيها. هل الدالة الأسية اللي عندي دي، الدالة الأسية اللي عندي دي دي تفاضل دي؟ لا مش تفاضلها، لأن دي س تكعيب ودي س تربيع. فنيجي نقول له طيب أنا هفرض إن س تربيع دي كلها بعين. في الحالة دي يبقى 2 س دالة س بتساوي دالة عين. يبقى أنا شلت س تربيع وسميتها عين. طيب ما تيجي بقى نحل المسألة. السين تكعيب ايه رأيك لو كتبتها لك س تربيع في ه اس س تربيع في س دالة س؟ السين تكعيب كتبتها س تربيع في س، ليه يا مستر؟ نقول له الس تربيع انت مسميها عين صح، وادي كمان دي مسميها عين، وس في دالة س، س في دالة س ها بتساوي كام؟ بتساوي دالة عين. الله، بس ديت يا استاذ دي 2. نقول له ادي الاتنين اهي، وادي النص بره. يبقى خد بالك معايا، ادي النص تكامل، انا دي هكتبها عين، وديت ه اس عين، وده كله على بعض ده العين. فبقت مسألة بسيطة جدا، تعال نعملها بقى بالتجزيء. ادي العين وادي اله عين، هنا التفاضل وهنا التكامل. افاضل العين بواحد، اكامل اله عين به عين برضه. وبعدين اعمل السهم اللي بقول لك عليه بقى، ده هيبقى عين في ه عين ناقص تكامل ه عين دالة عين. يبقى عين في ه عين ناقص ه عين زائد ثابت. ارجع بقى رجع العين مطرحها، انت فرض العين بسين تربيع، نقول له سين تربيع ه اس سين تربيع ناقص ه اس سين تربيع زائد ثابت. واحد يقول لي طب ليه يا استاذ ما عملتهاش التفاضل اللي بينزل كتير ده، افاضل السين تكعيب؟ نقول له خلي بالك، ه اس سين تربيع عشان تتكامل لازم يكون فيها تفاضل الاس معاها، وده مش موجود معاها. ها في الحاله ديت احنا عشان كده اخترنا الحكايه دي.
نرجع تاني بقى نبدأ اللي انا هحله ده البوكليت ده، ده عبارة عن امتحان الدور الثاني لسنة 2017، نفس الدور الثاني اللي انا هبدأ احله ده، وان شاء الله ربنا يوفقنا وتكون انت قدرت تستوعب معانا وقدرت تفتكر المنهج اللي احنا ايه معانا بنحله. معاك مع المسألة الأولانية اهي، قاف قاس 4 سين ظ سين دالة سين، مديني ليها اختيارات، انا هوريك المسألة اهي، بيقول له تكامل قاس 4 سين ظ سين دالة سين، ومدي له بقى الاختيارات خمس قاس 5 زائد ثابت، ربع قاس 4 زائد ثابت، ثلث ظ س زائد ثابت، سالب ثلث ظ تربيع س زائد ثابت. تعال نشوف الحكايه دي ايه. هنا في المساله دي لابد ان انا اقول له في داله في تفاضلها، فانا مش لاقي داله في تفاضلها، هنعمل ايه؟ هنيجي نقول له ادي القاس 3 س، شلت من القاس 4 دي قا، في ادي القا اللي انا شلتها اهي س ظ س داله س. ايه يا مستر اللي انت عملته؟ قاس 4 كتبتها قاس 3 وكتبت القا التانية هنا، ليه بقى؟ نقول له أصل تفاضل القا قاف ظا، يعني دي أصبحت دالة ودي أصبحت إيه؟ تفاضلها. لو عايز تكامل دالة في تفاضلها هتزود الأس واحد وتقسم على الأس الجديد، يعني التكامل هنا هيبقى عبارة عن قا أس 4 س على 4 زائد ثابت. طب أنهي حل من دول بقى؟ نقول له الحل رقم ب. واحد يقول لي الله دي على 4 ودي ربع، ما هي هي اللي على 4 زي اللي ربع، يبقى ربع قاس 4 زائد ثابت، يبقى ده الحل اللي احنا ايه حلنا. افكرك بحاجه احنا خدناها، لو انا معايا داله س داله فرديه دال س وبكامل من سالب الف لالف، ومعايا داله س داله زوجيه وبكامل من سالب ألف لألف. هنا القاعدة بتقول لو الدالة فردية وبتكامل من سالب ألف لألف، يعني من نفس القيمة بس مرة بالسالب ومرة بالموجب، الناتج يطلع بصفر. أما لو هي برضو دالة زوجية ومن سالب ألف لألف، الناتج يطلع 2، التكامل من صفر الألف لدالة س دال س. دي قاعدة احنا واخدينها وانا بفكرك بيها. طب ليه يا استاذ بتفكرني بيها؟ نقول له تعالى بقى نشوف المسألة ديت لان احنا هنستخدم فيها القاعدة دي. بيقول لي اذا كانت دالة س بتساوي جا تكعيب س، اشهر الدوال الفردية دالة جا س ودالة ظ س. الدوال الفردية، الدوال المثلثية الفردية، دالة الجا س ودالة الظ س دوال فردي. وبالتالي هو بيقول له ايه؟ دال س بتساوي جا تكعيب س، فان دال س دال س دال س من باي على 2 لسالب باي على 2 بتساوي ايه؟ على طول بصفر. والاختيارات هنا اقول له جيم اللي هي صفر، لان جا س داله ايه؟ فرديه. خلي بالك جا س داله فرديه، ظ س داله فرديه، جتا س لا داله زوجيه، س اس نون ونون زوجي فرد زوجية زوجية، سين السنون ونون فردي تبقى فردية. وانت بطبيعتك لازم تعرف الدالة الزوجية والدالة الفردية، وممكن تجرب عليها التجربة بتاعتها اللي هي دالة سالب سين بتساوي دالة سين، لو حصل كده تبقى دالة زوجية، لو دالة سالب سين تبقى سالب دالة سين تبقى دالة ايه؟ فردي. احنا فكرناك بالنهايات بس فكرناك بطريقة واحدة، تعال نفكرك بطريقة تانية اللي هي نهاية ألف سين ناقص واحد على سين لما السين تقترب من الصفر، ولازم السين اللي هنا تبقى زي السين اللي هنا، يعني دي لو ألف جا سين يبقى لازم هنا جا سين، دي لو ألف أس ظا سين يبقى لازم هنا ظا سين. طب الحل بتاعها ايه؟ الحل بتاعها لوغاريتم ألف للأساس هي. ها تعال نشوف بقى المسألة بتاعتنا بتقول ايه. المسألة بتاعتنا بتقول نهاية 2 أس س ناقص 1 على 3 س لما س تقترب من الصفر، ومديني اختيارات بقى، بتساوي 3 لوغاريتم 2 للأساس ه، ولا تلت لوغاريتم 2 للأساس ه، ولا لوغاريتم 2 على 3 للأساس ه، ولا 2 لوغاريتم 3، كلها
اجابات متشابهه متقاربه. انا عايز زي ما انا قلت لك، عايز زي ما هنا س يبقى هنا س، امال التلاته دي نعمل فيها ايه؟ ممكن نخرجها. لما تبقى تلاته وفي المقام وتخرج، تخرج برضو في المقام، يعني هقول له كده ادي تلت نهايه س تقترب من الصفر لاتنين اس س ناقص واحد على س، ده بقت شبه القاعده بالظبط بس في تلت بره. نقول له اه التلت اهو ولوغاريتم اتنين للاساس ه، يبقى كده اتحلت المساله. انهي اختيار بقى من الاختيارات ديت؟ الاختيار ب، تلت لوغاريتم اتنين للاساس ه، يبقى لابد انك انت برضو ندوس على النهايات. احنا بنفكرك بالقاعده وبندي لك مثال ليها، انت برضو ممكن ترجع تفتكر القاعده وتحل ثلاث اربع امثله منهم علشان تنشط ذاكرتك بالمسائل. نشوف مساله كمان، تكامل 4 س ه اس س تربيع زائد 1 دالة س بتساوي، اكتبها لك هنا الاول اهي موجوده عندك اهي، تكامل 4 س ه اس س تربيع زائد 1 دالة س. بص للبسط ده لو فضلناه ينزل تحت، نقول له تعالى نفضل البسط لوحده كده، هجيب كده البسط، او مش البسط، نقول له انا اسف الاس الاس اسمه س تربيع زائد 1. طيب تفاضل الاس يبقى كام؟ يبقى 2 س. الله يا مستر بس انا معايا 4 س مش 2 س. نقول له ما انا ممكن افكك لك الاربعه دي 2 في 2، فتبقى المسألة 2 بره في تكامل 2 س ه أس س تربيع زائد 1 دالة س. إذا كان عندي دالة أسية للأساس ه ومضروبة في تفاضلها، يبقى الإجابة ه أس س تربيع زائد 1 زائد ثابت. وما تنساش الاتنين اللي بره اللي احنا طلعناها. طيب تعالى نشوف أنهي إجابة من دول سليمة. ها أ ه أس س تربيع زائد 1 وما كتبش الاثنين، شايف احنا لما نسينا الاثنين هو عامل حسابه انه في طالب ممكن ينسى الاثنين فيكتب لك الاجابه دي. يعني اي غلط انت بتغلطه هتلاقي الاجابه بتاعته موجوده فيها. ها الاجابه الصحيحه هنا هتبقى ايه؟ هتبقى ده. تكامل لوغاريتم س تربيع للاساس ه ناقص لوغاريتم س تكعيب للاساس ه. انا قبل ما اشرح حل المساله دي عايز اشرح لك القاعده اللي بتقول لوغاريتم س اس نون للاساس ه ممكن النون دي تنزل تحت فتبقى بتساوي نون لوغاريتم س للاساس ه. يعني انا لو معايا لوغاريتم س تربيع للاساس ه انا ممكن انزل الاثنين دي تحت تبقى 2 لوغاريتم س للاساس ه. يعني انا لو معايا لوغاريتم س تكعيب للاساس ه ممكن التلاته تنزل تحت هتبقى تلاته لوغاريتم س للاساس ه. دي الفكره اللي هتخليك تعرف تحل المساله بتاعتنا بقى. بص خد بالك معايا هنحلها ازاي. تكامل لوغاريتم س تربيع للاساس ه على س لوغاريتم س تكعيب للاساس ه داله س. عرفنا ازاي بننزل الايه؟ الاس. فهيبقى تكامل 2 لوغاريتم س س للاساس ه، الاثنين نزلت اهي. وهنا 3 س لوغاريتم س للاساس ه لداله س. انا خرجت الثلاثه وخرجت الاثنين. في اختصار يا مستر؟ اه في اختصار، ده راح مع ده. طب ممكن العدد الثابت ده يطلع بره؟ اه ممكن، نقول له 2 على 3 تكامل 1 على س داله س. الله، ده تكامل 1 على س دي عندي انا عارفها. تكاملها بلوغاريتم س، يبقى الإجابة 2 على 3 لوغاريتم مقياس س للأساس ه زائد ثابت. طالما أنت ما أنتش عارف السين دي ممكن تبقى موجبة أو ممكن تبقى سالبة، لا اشتغل بالمقياس. لكن لو أنا هشتغل أقول له لوغاريتم لعدد موجب فعلا مش هحط المقياس. يبقى تعالى بقى نشوف الإجابات والاختيارات بتاعتنا. هنقول له الاختيار رقم ج، 2 على 3 لوغاريتم مقياس س للاساس ه زائد ثابت. قبل ما نحل المساله اللي جايه دي هفكرك بحاجه اسمها قاعده السلسله، اللي هي لو انا عايز د ص على د س
والصاد داله في النون والسين داله في النون، فهاجي اقول له دال صاد على دال سين بتساوي دال صاد على دال نون في دال نون على دال سين. قاعده مشهوره جدا بتسمى قاعده السلسله، هي دي اللي هنحل بيها المساله ديت، فعشان كده بفكرك بيها. فاحنا لما نلاقي الصاد داله في النون والسين داله في النون، وانت ما انتش عايز دي ولا عايز دي، ده انت عايز دالة صاد على دالة سين، فانت بتيجي تقول له دالة صاد على دالة سين اللي انت عايزها بتساوي حاصل ضرب الاتنين دول. ما تنساش دي دالة صاد على دالة نون، لكن دي دالة نون على دالة سين، يعني بعد ما تجيب دالة سين على دالة نون لازم تقلبها. طب المسألة بتقول ايه يا استاذ؟ نقول له المسألة بتقول إذا كانت السين بتساوي 2 نون تكعيب زائد ايه؟ زائد 3، والصاد بتساوي الجذر التكعيبي لنون تكعيب. عندك نون تربيع مش كده يا مستر؟ نون تربيع. عندي نون جذر تربيعي لنون تكعيب. لا السين. الاثنين نون تربيع زائد اه تربيع، تمام كده. أنا عندي السين دالة في النون وعندي الصاد دالة في النون. أمال أنت عايز إيه؟ ده أنا عايز دالة صاد على دالة سين. يبقى الأول تعالى بقى في الحل ونقول له دالة سين على دالة نون بتساوي دي 2 هتنضرب هنا تبقى بأربعة نون، وتفاضل التلاتة بصفر يبقى دي أربعة نون. خلي بالك أنا بحتاج دي مقلوبة، أنا محتاج دالة نون على دالة سين اللي هي 1/4 نون. ها خد بالك بقى معايا، الصاد هظبطها لك، بس الدليل هنا 2، وانت علشان تشيل الجذر تقوم تكاتبها نون اس 3/2 عشان تعرف تفاضل عدل، وتيجي تقول له يبقى دال صاد على دال نون عبارة عن 3/2 نون واخصم من الاس 1 يبقى اس كام؟ اس نص. كده بقى معايا الايه؟ الحتتين بتوع قاعدة السلسلة. لو انت عايز دالة صاد على دالة سين هتقول له دي بتساوي دالة صاد على دالة نون في دالة نون على دالة سين، اللي هي هتساوي خد بالك بقى معايا 3 نون اس نص على 2 في 4 نون، يعني هتساوي 3/8، هنا نون وهنا نون اس نص، بس الراجل بيقول لي عوض بنون بواحد. لو عوضنا بنون بواحد هنا وهنا الناتج يطلع 3/8. الإجابات بقى أنا عندي 3/8، عندي 5، عندي 8/3، عندي 6، الإجابة هتطلع هنا 3/8. الراجل هنا بيقول لي عوض عن النون بواحد، فالناتج هنا هيطلع 3/8. المسألة اللي جاية بتقول أكبر قيمة للمقدار 4 س ناقص س تربيع هي إيه حيث س تنتمي إلى ح؟ أكبر قيمة برضو دي بتفكرني بالقيم العظمى والصغرى، فأنا هفترض إن المقدار ده كله كده اسمه ميم بتساوي 4 س ناقص س تربيع، وأبدأ بقى أجيب له إيه القيمة العظمى بتاعته والقيمة الصغرى بتاعته لو هو عايز أصغر قيمة. ها يبقى نيجي نقول له ايه؟ يبقى ميم شرطة بتساوي افاضل تبقى 4 ناقص 2 س، واقول له كمان عند ميم شرطة بتساوي صفر يبقى 2 س بتساوي 4، تبقى اذا السين هتساوي كام؟ 2. طب وانا مش عرفني هي اكبر قيمة ولا اصغر قيمة؟ نقول له تعالى نجيب ميم شرطتين، بعد ما جبت الميم شرطة اجيب ميم شرطتين، افاضل الاربعة بصفر وافاضل سالب 4 2 س بتبقى بسالب 2، يعني سالبة، يعني قيمة ايه؟ عظمى. يعني في الحالة دي اكبر قيمة لما اعوض عنها بسين بكام؟ ب2. معايا كده؟ يبقى تعالى نعوض بقى، 4 × 2 ب8 ناقص 4 يديني 4، يبقى اكبر قيمة للمقدار ده تطلع بكام؟ ب4. انما لو هو قال لي عند س بتساوي كام؟ اقول له عند س بتساوي 2، انما اكبر قيمه كام؟ اقول له اكبر قيمه هعوض عن الس ب2 في المقدار، يعني هشيل الس دي واحط مكانها 2، واشيل الس دي واحط مكانها 2. يلا نحط مع بعض، 4 × 2 ب8، وهنا 2 اس 2 ب4، 8 من 4 4، يبقى اكبر قيمه تطلع بكام؟ ب4. إذا كانت الدالة دي
المجال بتاعها من سالب واحد لأربعة ورايحة للحاء، ودالة س بتساوي س تكعيب ناقص 3 س، ده امتحان الدور الثاني ل 2017، مش بألف مسألة من عندي. وانت ارجع كده وهات الامتحان بتاع الدور الثاني، هيطلع نفس المسائل اللي بقول لك عليها، بس ربما يكون الترتيب هو اللي مختلف. ودالة س بتساوي س تكعيب ناقص 3 س، فإن عدد النقط الحرجة كام؟ عايز بيسأل على عدد النقط الحرجة. فطبعا النقط الحرجة عشان أجيبها لابد إن أنا أجيب الدالة شرطة س وساويها بالصفر. فهاجي اقول له ايه؟ دالة شرطة س بتساوي س تكعيب تبقى 3 س تربيع ناقص 3 س تبقى 3. وبعدين اساويها بالصفر، اقول له عندما دالة شرطة س بتساوي صفر تبقى 3 س تربيع ناقص 3 بتساوي صفر. بالقسم على التلاتة، او اقول له 3 س تربيع بتساوي 3، وهقسم على التلاتة تبقى س تربيع بتساوي 1، سالب واحد. تبقى السين هتساوي موجب او سالب ايه؟ 1. يبقى انا عندي ايه؟ نقطتين اهم قدام منك، ادي سالب 1 وادي الواحد. هل النقطتين دول ينتميان الى المجال؟ خلي بالك السالب 1 لا ينتمي لانه مفتوح، يبقى مش نقطة حرجة. يبقى انت هنا كده خلي بالك انت معاك موجب واحد وسالب واحد، بس المجال بتاعك مفتوح من عند سالب واحد لاربعة، لو دول مقفولين كنت خدت معاك السالب واحد، ده لا ينتمي الى المجال. المهم لو انت عايز تبحث كمان الاشارة، فطبعا الدالة هنا دالة تربيعية، المفروض هقول له مثل الف عكس الف مثل الف، الف موجبة يبقى هنا موجب وهنا سالب وهنا موجب. اذا النقطة واحد دي نقطة حرجة وتدي قيمة عظمى. يبقى هنا بقى الإجابة، ناخد معانا السالب واحد يا مستر ولا ما ناخدهاش؟ هي لا تنتمي إلى المجال، يبقى ما ناخدش معانا السالب واحد، والإجابة هتبقى ب، اللي هي عدد النقط الحرجة هتبقى واحد بس. تكامل س لتلاتة س تربيع زائد واحد دالة س. أول ما ألاقي مسألة فيها بسط ومقام لازم يخطر في بالي، هل البسط تفاضل المقام ولا لأ؟ وأنا علشان كده أما أقول له إيه؟ هو المقام بيساوي إيه؟ المقام لوحده كده بيساوي 3 س تربيع زائد 1. طيب تفاضل المقام كام؟ هيساوي 6 س. الله، بس دي 6 بس. نقول له إيه رأيك لو ضربنا هنا في 6 وقسمنا على 6؟ مش هيجرى حاجة لو ضربنا في 6 وقسمنا على 6. يبقى في الحالة ديت البسط أصبح تفاضل الإيه؟ المقام. البسط أصبح تفاضل المقام. ركز معايا تاني، ركز معايا تاني عشان إيه؟ أخد بالك، خد بالك معايا تاني في المسألة دي. ها أدي المسألة، هو بيقول لي تكامل س 3 س تربيع زائد 1، فأنا قلت له البسط تفاضل المقام، بس تفاضل المقام 6 س، فقلت له يبقى انا هقسم هنا على 6، تكامل هنا 6 س 3 س تربيع زائد 1 دالة س. لما يبقى البسط تفاضل المقام يبقى ادي السدس اهو، لوغاريتم 3 س تربيع زائد 1 للاساس ه زائد ثابت. واحد يقول لي يا استاذ ده المقدار اللي انت حاطه ده اكيد موجب، 3 س تربيع زائد 1 دي كميه موجبه على طول. نقول له برافو عليك، ممكن ما نحطش المقياس وممكن نحط المقياس زياده في الامان، مفيش فيها ايه مشكلة. يبقى دي سدس لوغاريتم 3 س تربيع زائد 1 للأساس ايه؟ اهي زائد ايه؟ زائد ثابت. نشوف مسألة كمان. تكامل س على ه أس 2 س دالة س. يا مستر البسط تفاضل المقام، انت قلت لي اي مسألة فيها بسط ومقام هعمل كده. نقول له لا، اللي هي س ما تجيبش دي، امال نعمل ايه؟ نقول له نطلعها فوق. يبقى تكامل ادي السين اهي في ه اس سالب 2 س دالة س، فبقت ايه؟ على طول بالتجزيء، ونقول له ده تفاضل وده تكامل. ادي السين وادي اله اس سالب 2 س، افاضل السين يطلع بواحد، اكامل دي هيطلع به اس سالب 2 س على سالب 2. وبعدين نقول له نضرب ده في ده ونضرب ده كده، هيبقى عبارة عن س في ه أس سالب 2 س على سالب 2 ناقص تكامل
نص ه اس سالب 2 س داله س. الناقص اللي معانا مع الناقص المساله ضربناهم في بعض بقت موجب، يبقى ادي س في ه اس 2 سالب 2 س على سالب 2 زائد نص، تعال نكمل دي بقى به اس سالب 2 س على سالب 2 زائد ثابت. نخلصها بقى تبقى ايه؟ سالب نص س اس ه اس سالب 2 س ناقص ربع ه اس سالب 2 س زائد ثابت. نشوف مسألة الإثبات ديت. المسألة بتقول إذا كانت ص بتساوي س جا س، اثبت أن س ص شرطتين زائد س ص شرطة زائد 2 ص بتساوي صفر. بنمسك المعطيات الأول كده بالراحة، أدي الص أهي بتساوي س جا س، نفاضلها أول مرة يبقى ص شرطة بتساوي الأول س في تفاضل التاني جتا س زائد التاني جا س في تفاضل السين بواحد. طيب نفاضل تاني ص شرطتين، الأول س في تفاضل الجتا بسالب جا س زائد التاني جتا س في تفاضل السين بواحد زائد تفاضل الجتا بجتا س. يعني تعالى نعدل الص شرطتين دي الاول، ص شرطتين بتساوي س في جا س يعني سالب ص، وجتا وجتا يعني 2 جتا س. ها تعالى بقى بالضرب في س، بالضرب في ايه؟ في س. عندنا ص شرطتين هتساوي سالب ص زائد 2 جتا س. ص شرطتين هتساوي سالب ص زائد 2 جتا س. ما احنا كاتبينها كده ص شرطتين بتساوي سالب ص. هنشتق الاشتقاق الثالث. هنشتق الاشتقاق الثالث. على طول. يبقى ص ثلاث شرط. ايوه. هتساوي سالب ص شرطة ناقص 2 جا س. ناقص 2 جا س. بالضرب بقى في بالضرب في ص، يبقى ص في ص ثلاث شرط. بتساوي نضرب في س بقى، بالضرب في س انا اسف انا هضرب في س، ناقص ص شرطه في س ناقص 2 س جا س. ديت هتخش الناحيه دي بالموجب وديت ص، خلي بالك بس معايا، يبقى س ص ثلاث شرط زائد س ص شرطه زائد 2 ص بتساوي صفر، وده المطلوب وهو ده المطلوب اثباته. ماشي يا استاذ خالد. اعزائي الطلبه، طبعا احنا شفنا اكبر قدر ممكن من الافكار والمسائل، وشفنا حلينا اثنين نظام من البوكليت، وطبعا الاسئله دي كلها متوقعه، وبرضه لينا لقاءات في حلقات اخرى هنبدا برضه نعرض مجموعه جديده من الافكار، ونقدر نقول لكم نشكر الاستاذ خالد على المجهود الكبير اللي عمله النهارده، والى اللقاء في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.